مشاهدي الاعزاء طاب مساؤكم بكل خير ومرحبا بكم في حلقه جديده من برنامجكم النسائي لمسات نسائيه، برنامج يعنى بقضايا المرأه. من المجالات التي اقتحمتها المرأه الصحراوية مبكرا مجال العمل الاداري بصفة عامه، وقد اعطت اكثر وبابداع في العمل الاداري القضائي لما يقتضيه من حس انساني وتواصل فعال. ولهذه الغايه يسعد برنامج لمسات نسائيه ان يستضيف هذه الليله الدكتوره فتيحه حيدار لنتعرف جميعا المشاهدين الكرام على ضيفتي تابعوا معي الروبرتاج التالي الدكتوره فتيحه من مواليد مدينه قليميم واصولي من مدينه اسا ولدت في مدينه قليميم ونشات بها وتابعت دراستي الابتدائيه بمدرسة الداخلة والإعدادية بمدرسة بإعدادية محمد الحسن الحضرامي والثانوي بثانوية باب الصحراء وحصلت على بكالوريا في العلوم التجريبية سنة 1994 والتحقت بالجامعة جامعة محمد الخامس للعلوم القانونية والاقتصادية بالرباط وحصلت على الإجازة في مادة القانون سنة العلاقة تخصص علاقات دولية سنة 1999 وسجلت دبلوم الدراسات العليا المعمقة في نفس السنة في أكتوبر من نفس السنة في نفس تخصص علاقات دولية وشعبة المغرب في النظام الدولي وحصلت على الدبلوم دبلوم الدراسات العليا المعمقة سنة 2002 وكنت اشتغلت على موضوع حقوق الإنسان لأنه هذا المجال كان هاجس عندي يشغلني في نفس السنة التحقت بأسلاك الوظيفة العمومية و اشتغلت بمكان منتدى بقضائية إقليمية بالمحكمة الابتدائية بالعيون والحمد لله حاولت نعطي العطاء في الحسن في, وظيفتي وتم تعييني في 2003 رئيسة قسم السجل التجاري واللي مازلت لحد الساعة أشغل هذا المنصب رئيسة قسم السجل التجاري وانوب على رئيس المصلحات كتابه الضبط في المحكمه في نفس المحكمه الابتدائيه ولكن مع مع العمل والعمل وتربيه الاسره لانني متزوجه وام لخمسه اطفال بالنسبه للعمل حاولت دائما عني من, 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 من تقتصر نقتصر فقط على العمل وعلى تربيه الاسره حاولت انهاء مساري الاكاديمي لانه كان طموح بالنسبه لي وايضا بالنسبه لاسرتي والدي كان يشجعني دائما على اتمام هذا المسار العلمي وتميت نشتغل على اطروحتي في الدكتوراه اللي اخذت مني الوقت الطويل سجلت في 2002 ولم اناقش الا في نهايه 2019 من هذه السنه والحمد لله حصلت على الدكتوراه بميزه مشرف جدا في نفس في نفس الإطار تم دائما اشتغل في نفس الإطار ديال حقوق الإنسان وكانت الأطروحات تحت عنوان الآليات الدولية لمناهضة التعذيب. والحمد لله وفقت إلى حد ما نقول أنا عني في عملي وفي مساري العلمي. عندي واحد الموضوع لابد أن أعرج عليه وهو الاشتغال على النساء على المستوى الجمعوي. هذا بالنسبة لي ما اخترقته لأن كانت يعني انشغالات متعددة العمل تربية الأطفال البحث العلمي ما خلاني نخترق هذا المجال ولكن إن شاء الله في قادم الأيام اللي نحاول إن شاء الله أعطي العطاء اللي قديت نفيد به المجتمع المجتمع والمرأة الصحراوية في هذا المجال إن شاء الله رحبوا بكم مرة ثانية مشاهدي الكرام ونرحب ترحيب حار بضيفتي الأستاذة الكريمة نقول إحنا هالصحراء تغرتي فتيحة حيدارة مرحبا بك أهلا وسهلا أخت فتيحة بك جد سعيدة بهاي الاستضافة اليوم في برنامج لمسات نسائية وهو برنامج من أهم البرامج اللي نتابعوها نحن النساء الصحراويات في مجتمع العيون على القناة الجهوية لأنه يبرز الدور الريادي للمرأة الصحراوية في هذا البرنامج وقدر يبين طاقات من الصحراويات اللي كنا ما كنا رغم انه المجتمع صغير وتعارف اسمه ولكن خالقات صحراويات ما كنا نعرفهم تعرفنا على عملهم وعلى انشطتهم وعلى قياداتهم في هذا البرنامج وجد سعيده ومن هذا من البرنامج نشكر معدة البرنامج فسيح العكري ومقدمة البرنامج وأيضا معدة البرنامج و... والقناة قناة القناة الجهوية ل... حتى يحصل لنا الشرف كبير باستضافة الطاقات النسائية ونتمنى دائماً على أن نكون عند حسن ضيفاتنا الكريمات وكذلك عند حسن المشاهد الكريم أول شيء فتيحة دورك تحدثينا عن مسارك الدراسي حيدارة فتيحة أنا من مواليد مدينة قليمين وأصلاً من الأصول من مدينة آسا درست تحية <applause> للأسى من برنامج لمسات نسائية آه <applause> الله تحية لأهل آسا على الأصل آه، تربيت نشأت في قليميم وحصلت على البكالوريا علوم تجريبية آه في سنة 1994 والتحت بجامعة محمد الخامس للعلوم القانونية والاقتصادية بالرباط غيرت آه المسار من علمي إلى قانوني كان دائما يستهوني يستهوني القانون والمحاماة و... وفضلت عني التوجه في اخترت القانون ودرست الإجازة قبضتها في العلاقات الدولية سنة 1999 وسجلت في كنت كانت كنت في سنة الأخيرة من الإجازة حصلت على أول نقطة في في جامعة محمد الخامس إن شاء الله. الحمد لله فضل مولانا والمجهود وسجلت في دبلوم دراسات العليا المعمقه سنه 1999 قبل من نفس السنه اللي هبطت فيها الاجازه ما شاء الله سجلت في شعبه العلاقات الدوليه المغرب في النظام الدولي الجديد وعدت بحث حول حقوق الانسان الاليات الدوليه لحمايه حقوق الانسان وسجلت الدكتوراه من نفس السنه سنه 2002 ولكن للاسف م. ما هو كاع للاسف الحظ. من حسن الحظ تكرهوا شيء ما هو خير لكم لك. التحقت باسلاك العمل في المحكمه الابتدائيه بالعيون <applause> واضطريت <عني نتوقف تصفيق> عن نتوقف عن الدراسه عن الدراسه عن البحث العلمي لواحد الفتره معينه لاني اللي تكونت اسره <applause> والاطفال والانشغالات <applause> <applause> تعرفي الوظيفيه <applause> وسمو ما قلت الاجتماعية. الارتباطات الاجتماعيه وتربيه الاسره والعمل الوظيفي خلاني نتوقف عن البحث العلمي في هذه المده واشتغلت كمنتدبه قضائيه اقليميه سنه 2002 في نهايه سنه 2002 ولا زلت ازاول نفس, نفس العمل في المحكمه الابتدائيه ما شاء الله منين تبغي تعطينا تقييم عمل المراه في مجال العداله العدل والعداله المرأة في المجال العدل نعرفوا عنه من من منذ من استقلال المغرب في الستينات والمرأة شغلت اشتغلت في في, في المجال العدل القاضيات كانوا من الستينات منذ الاستقلال اشتغلت المرأة كقاضية أما بالنسبة للمهن المسؤولية في الإدارة رؤساء مصالح نساء و ورؤساء أقسام، وكانت دائما المرأة حاضرة في مجال العدل، وتشتغل وتعطي العطاء الحسن، غير لا كاين واحد النوع من واحد من من بالنسبة لنا المرأة العاملة نوع من الإكراهات بين العمل والأسرة، تخلي تعرفي ساعات العمل طويلة. وكان التوقيت سابق قبل التوقيت المستمر كان التوقيت العادي كانت واحد المجموعه من الاكراهات خصوصا إحنا بالنسبه لنا هون في العيون ما في الصحراء باطل ما عندنا هذا المشكل لان تعرف المدن صغيره وعكس المراه اللي في المغرب داخل المدن كبيره ومصعب عليها انها تمشي ولكن الحمد لله مع تغيير الوقت وعاد وقت مستمر عاد المراه تقدر توفق من بين العمل في عملها واسرتها والحمد لله التحفيز العائلي كان لعب دور في حصولك على كيف شفنا على الدكتوراه مؤخرا والله الحمد لله انا اللي نقول لك مساله هون عني حصولي على الدكتوراه كان من اهم من الاسباب اللي خلاتني نحصل هو تشجيع والدي كان والدي ووالدتي دائما زين عندهم حد من العائله يعود يكمل دراسته الاكاديميه ومنين التحقت باسلاك العمل والاطفال تربيه الاطفال وخلقوا عندي تريكا وهذا ولكن دائما بقى عندي ذاك الهاجس عني نكمل مصاري الاكاديمي و تسجيع الزوجي ومسؤوليه في العمل هما منين عرفوا عني مسجله دكتوراه في سابق من التحق بالعمل كانوا دائما يسولوني انت انت تكملي هاي الدكتوراه انت اللي تناقشي انت هذا حاولت حتى طموحي حتى طموحي كنت دائما نقول عني لا خاصني نكمل م. هذا المسار الاكاديمي والحمد لله توفقت توفقت وراني ناقش لا مؤخرا لمده 17 سنه وانا نشتغل على الاطروحه ولكن موضوع الاطروحه كانت... كانت موضوع الاطروحه تم دائما في نفس المجال ديال حقوق الانسان غير هاي اطروحه الدكتوراه كانت الموضوع حول الاليه الدوليه لمناهضه التعذيب حاولت نقسم الاطروحه القسمين تطرقت فيها للمحاكم القضائيه اللي هذا موضوع شاسع وكبير خاصه اللي هي اليه من الاليات الدوليه آلية من المحاكم الجنائيه ياسر من فيه موضوع طويل واليه من الاليات اللي كيشتغل كي عليها المغرب آه آه في مجال آه آه الحقوق بالطبع بالطبع هذا الاليات الدوليه والمنظمات وال للحكومية والغير حكوميه فيه الموضوع كبير ومتشعب وخاصه له حلقه خاصه باش نناقشوا هذه آه. فعلا هو موضوع حتى اختيارك الموضوع الموضوع الاطروحه قد نقول نقول عنه كان واحد الاختيار اللي هو متماشي متماشي هو شوفي اللي نشرح لك لي نشرح لك مساله هون انا سجلت الاطروحه سنه 2002 سجلت موضوع الآلية الدولية لمناهضة التعذيب في 2002 وناقشت في 2019 في شهر 7 تم الموضوع دائما ما ما غيرت وقال لي مشكل وأنا أثناء ال... إنجازي الأطروحة لل... سجلت مع الأستاذ الدكتور الله يذكره بالخير ويشافيه وعافيه الأستاذ عبد الواحد الناصر وفي منتصف الطريق أصيب بوعكة صحية كان من الصعب إتمام الأطروحة مع الأستاذ اضطررت لتغيير الاستاذ، ومنين جيت الاستاذ الجديد اقترحت عليه يعني لانه هو يعرف ظروف المرض ديال الاستاذ اللي كان اصلا مشرف، قال لي واش الموضوع منين سابق ما عرف الموضوع اللي انا موضوع الاطروحه، سولني، قال لي واش غتبدلي حتى لانك انت من 2002 وانت دايره هذا دا الموضوع خاصك باش غنديروا موضوع ثاني منين عطيته الموضوع قال لي هذا لا زال موضوعا حيا في اسم. والحمد لله هات. فتيحة كيف تمارس استاذه فتيحة عملها في ميدان القضاء انا امارس عملي في في المحكمه الابتدائيه للعيون انا رئيسه قسم سجل تجاري ونائبة على رئيس المصلحة عن رئيس مصلحة كتابة الضبط في أثناء غيابه ولا المهم أشغل هذا المنصب نيابة على رئيس المصلحة بالنسبة للعمل في قسم السجل التجاري كرئيسة عندي معايا مجموعة من الزملاء نتعاونوا بيننا للعمل وطبيعه عملي انني دائما في استقبال دائم للمواطن <applause> لان قسم السجل التجاري يحتاج فيه عمل تجار انشاء شركات تجار انشاء وهذا اللي تعرفي المنطقه تزخر بتجارة حكما هي <applause> المنطقه ومحتى الاعفاء الضريبي في المنطقه خلى كم كبير من التجار في المنطقه وعندنا استقبال يومي وبشكل كبير للمواطنين ونحاول ن... نحاول نتعامل مع بطريقه سلسه مع المواطنين يجيك واحد ما هو فاهم الاجراءات وتفهميه وتحاولي تفهميه ويمشي من عندك ويرجع ما هو فاهم ولكن نحاولوا ذاك نوصلوه بكل سلاسه وبطريقه قانونيه ونتساهل في في تبسيط المساطر. المساطر ما امكاننا نعم. حسب القانون بالطبع مين قلت لي برك على ان عندكم مثلا بحكم عملك عندك احتكاك مباشر بالمواطن مباشر. بالنسبه لهذا الموضوع من 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 السجلات التجاريه واش اقبال المراه على حتى هي انها تاسس الشركات والله وتقس. والله المراه المراه اصبحت فاعله وخصوصا في الصحراء احنا بما اننا نتكلم عن عن المراه في الصحراء اصبحت مقاوله تاجره ياسر من المرات تفاجئ مثلا بتجيك امرأة مثلا عندها مصنع للمواد التجميل عندها نرجعوا لهذا الاقبال المراه على أنها توقف على انها تقف على على خصوصياتها وعلى أوراقها وعلى عملها من بعد هذه الفقرة فقرة شهادات وآراء الأخت فتيحة هي حقيقة النموذج للمرأة العصامية المرأة الناجحة لأن وفقت بين حياة الزوجية الأسرية وكذلك بين أعلى الشواهد والرتب العلمية بحيث أنها بعد ربما اكثر من 14 سنه من الحياه الزوجيه حصلت على الدكتوراه وهي كذلك نموذج للموظف المواظب الملتزم الطموح المتواضع الخلوق الذي حقيقه من يوم التحق معنا احسسنا على انه معنا اخت اللي تساهم معنا في تطوير وانجاح العمل المنوط بنا احنا كاطر في كتاب الضبط وكنموذج للفتاه الصحراويه والموظفه الصحراويه والمثقفه الصحراويه فنتمنى لها التوفيق ان شاء الله فيما تبقى ونتمنى لها كذلك النجاح على جميع المستويات ان على المستوى العلمي او العملي او الاسري. الدكتوره فتيحة حيدار انسانه مجتهده عصاميه استطاعت التوفيق بين العمل والحياه الزوجيه والاسريه بكونها ام خمسه ابناء الله يخليهم لها وانسانه موفقة في العمل وفي العلاقات الاجتماعية المستوى الاجتماعي هي سيدة من سيادات مجتمع الصحراء بامتياز ما ما حد ينكر هذه الميزة فيها وذن قد نقول إذا نتكلم عنها كشخص في العمل موسوعة قانونية ما شاء الله عليها متنقلة تفيدنا جميعا في الحياة العملية اليومية بحكم احتكاك معها ونتمنى لها التوفيق دائما في حياتها للأسرية وللعملية مرحبا بكم مرة ثانية مشاهدي الكرام ومرحبا بضيفتي مرة أخرى بك فتيحة وحلو. بك وهلا والله فتيحة شفتي شهادات وآراء الإخوان شفت عندك هذا ال... جد مشكورين هذا زملائي في العمل والله إلا جد مشكورين وحتى أنا راني نحييهم من هذا المنبر وحي جميع رؤسائي في العمل وموظفي كتابة ضبط المحكمة الابتدائية بالعيون مشكورين الزملاء على هذه الالتفاتة وهذا الارتسامات لي للنقطه اللي كنا نتكلموا فيها لانه بحكم مثلا انت في واحد المنصب اللي قلتي عنده احتكاك مع المواطن. المواطن تلاحظي عن المراه الصحراويه عاد حتى هي تجي للمحكمه وتوقف على همها وتوقف على شؤونها ما تلات واحد لانه واش كاين اقبال بحكم عملي في كما قلت لك في قسم السجل التجاري كرئيسة القسم السجل التجاري واستقبال اليوم للمواطنين، اللي إلا قلت لك عن 30% ولا 40 من الناس المتقاضين نستقبلهم نساء، منهم نساء المقاولات، منهم نساء أميات ما قراو كاع، ما ما قراو اصلا من عند الراس، غير تجيك وحدة عندها تيجي معدلة تجارة تبدأ بها حياتها، وهون اللي نتكلم عن, عن 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 النساء يعني النساء اللي مازالوا في مرحله في البداوه هي من المرات تجينا يجونا وحدات عايشات خارج المجال الحضري من اجل انشاء سجل تجاري ولا تبغي تعدل القرض تبدا به مشروع تجاري مثلا تقول لك انا باغي ندير تجاره احنا من مكاننا نساعدوها وفي نفس الوقت نستحضروا عن 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 هاي المرأة, المراه اللي ما انصفتها مثلا الحياه وما قرات عنها خاصه حتى هي تبدا تعود منتجه ومع ام اللي الولوج للعداله المحترمه باش تعود حتى هي منتجة ما هي ما هي عالة على المجتمع وهذا نقدموا لها هذه المساعدة ونعطون وجهها نقولوا لها مثلا عندك هاش خاصك تعدلي والوثائق المهم نتساهلوا معها إلى أقصى الحدود. نعم. فتيحة كيف توفق بين مجال العمل والمجال و... والأسرة؟ نعم. أه وفق والله اللي قلت لك اني اجد صعوبه كبيره لاني انا ام لخمسه اطفال ما شاء, شاء الله وعندي علاقات اجتماعيه متشعبه في الـ <applause> الـ ووالدي ما هم معايا في العيون وعندي في ظروفهم الصحيه هما اللي خاصني كل مره نمشي نجبع عليهم <applause> ولكن على العموم الحمد لله قديت نوفق بين بين عملي وبين تربيه الاطفال ما كان شوي من الصعوبات ولكن الحمد لله ذاك الشيء كان متجاوز متجاوز افاق فتيحة حيدارة؟ الاخت أه فتيحة العكري <تصفيق> 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 الاخت فتيحة العكري انا هذه السنوات 17 سنة من العمل ومن البحث العلمي كنت شغلوني عن واحد المجال اللي نبغي نشتغل فيه وهو مجال جه جه افادة المجتمع المجتمع المدني <applause> أن لحد الساعة غير منخرطة في أي جمعية ولا في أي عمل سياسي العمل السياسي كاع جانبا ما لا طموح لي ماني ماني ما لا اطمح له ولكن العمل الجمعوي نبغي نفيد مثلا <applause> هذا البحث العلمي اللي الرصيد اللي, والرصيد اللي, اللي, كونت نعم. زين عندي نفيد به المجتمع ولين نحاول ان شاء الله هذا هو الانشغال اللي عندي مستقبلا يعني نفيد بهذا الرصيد اللي عندي المجتمع تعرفي اشتغلت ما عاد لي 17 سنه وأحلف في البحث والوظيفه وتربيه الاطفال ولكن الحمد لله درك هنا تفرغنا ولا بطبيعه الحال قيمه آه مضافه ان شاء الله ان شاء الله العمل نتمنى شاء الله ل... النصيحه و... تعطي فتيحه حيداره للشابات الصحراويات اللي في مقتبل العمر انا اللي نقول لك عندي عندي ملاحظه اللي نقولها نقولها عبر من برا لمسات نسائيه هو دورنا. للمراه عنها عن لاني كنلاحظ من عملي في المحكمه عن ارتفاع الطلاق لواحد درجه ما لا تتصور انا انا لا اشتغل في قسم الطلاق ولكن عندي بحكم رئاسة نيابتي في رئاسه المصلحه هذه الاحصائيات اللي جوني شو نخرص مثلا احصائيات الزواج مثلا في الشهر 120 ميلة في يرد المحكمة من طلبات الزواج وتريد مئة حاله طلاق للمحكمه اذا جوج يعني في يعني اللي تبقى مستقره يعني تقريبا 70% من من الطلاق من الطلاق المهم هذه لا احصاء تقريبا نقول لك لا عييت من المرات منين نعود مثلا انا عن رئيس المصلحه هذا تقدير اللي تقدير اللي اللي نبغي نقول للمراه عن 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 الطلاق ما وهو نهايه مثلا هذا احنا ابغض الحلال عند الله الطلاق لا نشجع عليه وعن حتى الزواج مثلا المبكر عن راكاجيت كاي لا عنها المراه منين مثلا من انت توصل هذه المرحلة ديال الطلاق هذه ما هي نهاية حياتها يقد يعود هذا واحد ان كادو نو اون بالي ما هو ما هو ما هو ما هو معدل تعديله زينه ولكن تقد هي تعدل ترصيفه بدايه جديده بدايه جديده وتعمل وتعود منتجه وتعرف عنها عنها مثلا الا عادوا عندها اطفال ولا عندها خاصها حتى الا عادت ما هي مجالات موجوده ولا العطاء تقد لا تعطي تقد لا تم تعطي خاص لا تفهم عن الاتكاليه على الاخر وعن السياسه ل... ل... عنه الرجل هو اللي قد لا هو اللي يعيلها راهي ما هي ما هي صالحه جميل جدا آه فتيحه فتيحه منين تجي منين جي من, من الشغله وتطرح طرح كتبه وتتفرغ لأسرتها الصغيره شنو الاكله المحببه من المطبخ الصحراوي اللي يحبوا اطفالك وبهم على انهم يتناولوا من يدك مم. وانا اكيد على هذه تعد حلوه وزينه نقول لك مساله هون نشير لك لها عني انا من, من, من هوايتي هو الطبخ راني من العمل وسمو غير راني مولي المطبخ ندخل المطبخ <applause> ونعد أه... تعدل كل شيء ما شاء الله ما شاء الله تبارك الله عليك شوفي انا عندي اكل نتنوع في قالوا الصحراء طبخ مارو نعدل مارو زين عندي المهم اكلتي انا كاع الزينه عندي لا مارو مارو والحمار مارو كل شيء جميع انواع مارو نعدلهم غير على العموم راني نعدل طبخ كامل على الطبخ <applause> <applause> المغربي كامل الطبخ المغربي كامل راني من هواة الطبخ ما شاء الله عليك وكيف قلت لك اكيد على انه له يعود اللي تعد اطباق مميزه من ام مميزه كلمه اخيره للبرنامج فتيحه والله الا نشكر هذا البرنامج الحقيقه برنامج رائد جزيلاً. من, من, البرامج الحقيقه الحقيقه اللي نتابعه في, في في تلفزه اذاعه العيون الجهويه برنامج لمسات النسائية اللي يعرفنا على وحتى هما نقول لك مساله انه عادي يحفز يحفز النساء عنهم كل واحدة مثلا تشوف وحده ثانيه ولا صاحبه لها ولا جاره والله يحفزها عنها عن حتى هي تعود في مكان رائد وتعطي للمجتمع. هي هذا نعتز بها. لا نتمنى انه تم رائد وتوف الله يطول عمرك. نعتز بها. <applause> شكرا لك. <بأخت> فتيحه. <applause> وشكروك على تلبية الدعوه وكانت حلقه جد مميزه والله لا حتى انتم مشكورين ومشكوره انت بصفه خاصه ومعد البرنامج والطاقم كامل رانا شاكرين وشاكرتوا وانا من هذا المنبر شكرا جزيلا م. للاخت فاتحة والشكر موصول لكم انتم مشاهدي الكرام لكم مني اطيب المنى والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته